أهلا بكم. إذا تعطلت إحدى معداتنا التقنية فنحن لا نكلف أنفسنا عناء شراء معدة جديدة غالبا، بل نقوم باستبدال الجزء التالف بقطعة غيار أخرى تطيل عمر معدتنا، سواء كانت تلك المعدة هي ماكينة القهوة أو الفرن الكهربائي أو حتى السيارة. ولكن ماذا لو كنا نعتمد نفس الطريقة مع جسم الإنسان، بحيث يستطيع الشخص تغيير جميع أعضائه المريضة بأخرى سليمة؟ هل سيكون ذلك نمطا صحيا صحيحا؟ دعونا نكتشف الجواب عن هذا السؤال وأكثر في هذا الفيديو، ابقوا معنا. على الرغم من فشل عمليات زرع الأعضاء في بعض الأحيان، إلا أنه كثيرا ما يكون على المريض الانتظار لسنوات للحصول على العضو المطلوب، ويبقى في ترتيب قائمة الانتظار طويلا وفقا للبرنامج الرسمي للمتبرعين. ولكن ماذا لو لجأنا للأبواب الخلفية والسوق السوداء؟ فما هو حجم المال الذي نحتاجه من أجل الترفيه عن أجسادنا؟ يتكلف كتف جديد ومعدة جديدة حوالي $500 لكل منهما، جمجمة بالأسنان أو مرارة تقدر بحوالي $1,200 لكل منهما أيضا. وإذا كان لديك $1,500 إضافية، فيمكنك شراء زوج من مقلل العيون أو شريان إنتاجي على حسب احتياجك. أما في حال تغيير جلد الجسم بالكامل، فإن البوصة الواحدة من الجلد تتكلف حوالي $10. أما أغلى الأعضاء فهي التي لا يمكن الحياة بدونها، على سبيل المثال القلب والكبد، والذي يصل سعر كل منهما في السوق السوداء إلى ما يتراوح بين 199,000 إلى $157,000. أما الكلى فيعادل ثمنها ثمن سيارة أستون مارتن دي بي إس، وما يعادل $250,000. وقد يضطر المريض للتخلي عن سيارة أحلامه إذا ما قرر شخص ما بشكل مفاجئ أنه لا يحتاج إحدى كليتي وأنها متاحة للمشترين. أما المتبرع بالكلى فيحصل في المتوسط على $10,000، ويجب أن أتفق على أن ذلك يعتبر تعويضا ضئيلا جدا مقابل الخطورة المحتملة على حياة المتبرع. ولكن من الضروري أن تكون على علم بأن أعضاء السوق السوداء تكون في العادة منخفضة الجودة، وإذا ما اتجهت إلى الطب الشرعي الرسمي فإن الأرقام سوف تظل مرتفعة، حيث يتكلف القلب فقط $1,000,000 تقريبا. وإذا أضفت عضوا آخر بالإضافة إلى تكاليف الزرع المباشرة، فلن يصبح الأمر في مقدور أحد سوى الواردين على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم. وبالطبع فإن زرع قلب $1,000,000 قد يساعدك في الحصول على حياة أطول، إذا كان المال لا يمثل مشكلة بالنسبة لك. ويمكنك العمل على الانضمام لقائمة فوربس منذ الآن. ويقال أن أحد أعضاء قائمة فوربس السابقين ديفيد روكفيلر قد قام بإجراء 7 عمليات زراعة قلب وعمليتي زراعة كلى خلال 40 عاما الماضية، ساعدته على العيش حتى وصل إلى عامه 100. إلا أن قيام الملياردير روكفيلر بتغيير 8 قلوب على التوالي قد تسببت في نهاية المطاف في وفاته على أي حال. ولكن ما هو الحد الأقصى للسنوات التي من الممكن أن تمنحها لك 8 قلوب مزروعة؟ الكبد والكلى المزروعان يعيشان 20 عام تقريبا، وأطول حياة عاشها قلب مزروع كانت حوالي 30 عام. وإذا افترضنا أنك قد تمكنت من الحفاظ على أعضاء جسدك إلى ما دون 70 عام، وإذا أردت الحياة حتى 1000 عام بالأعضاء المزروعة، فأنت تحتاج إلى 31 عملية زرع قلب و47 عملية زرع كلى و47 عملية زرع كبد. ولكن حتى لو لم يكن التمويل هو المشكلة، فهل يمكن لأجسادنا تحمل كل هذا الكم من العمليات؟ بمعنى آخر، هل بمقدور الأعضاء الجديدة أن تقتلنا؟ عندما نقوم بزراعة عضو جديد في أجسادنا، فإن نظام المناعة يقوم بكل محاولاته لمهاجمة هذا العضو الغريب، مما يؤدي في النهاية إلى الموت. ولمنع حدوث ذلك، يحصل المريض على عقاقير خاصة تعمل على تثبيط جهاز المناعة مؤقتا بعد عملية زرع العضو، مما يجعل الشخص معرضا لكل أنواع الالتهابات والعدوى. وطبيا لا يمكن للكليتين الصمود أمام عمليات الزرع المستمرة، لذا فقد احتاج روكفيلر إلى عمليتي زراعة كلى. وإذا كانت قلوب الملياردير الثمانية قد عملت بقدرتها القصوى، فكان من المفترض نظريا أن ينتهي
ينتهي عمر الرجل عند 272 عاما. وفي الواقع قد كان ليحتاج في تلك الحالة ليس لكليتين فقط بل 11 كلية، بشرط أن تعمل جميعها بكفاءة عالية وإلى أقصى حد ممكن. ولكن ماذا سيكون الوضع مع بقية الأعضاء؟ بالنسبة للمخ فيمكنه العيش إلى ما يصل إلى 200 عام بشرط الإبقاء على الأعضاء الأخرى حية. وإذا تذكرتم ذلك الجراح الإيطالي الذي حدثناكم عنه في فيديو سابق، هو الجراح سيرجيو كانافيرو، والذي كان من المفترض أن يقوم بعملية زراعة رأس لمواطن روسي، ولكنه استبدله بمواطن صيني، وخاصة أن الصين كانت هي الدولة التي وافقت على أن تكون هي نقطة الانطلاق لمثل هذه التجربة الرائدة. ولكن العملية قد اقتصرت على زراعة رأس ميت، لذا فقد تكرر تأجيلها إلى أجل غير مسمى. لذلك فإن عمليات زراعة الرأس لا تزال مجرد نظرية قابلة للنقاش. ولكن ماذا لو كانت العملية قد نجحت؟ فكيف كان سيتم تأمين أجساد جديدة للأشخاص الأقوياء الذين يرغبون في تمديد أعمارهم؟ من المرجح أنه في تلك الحالة سوف ينقسم العالم إلى فريقين، أحدهما سيوفر المادة الخام لإطالة عمر الفريق الآخر الأكثر ثراء. ولزراعة أعضاء عدد كبير من الناس، فبالطبع يمكن استخدام أجساد المتبرعين بعد موتهم أيضا. ولكن ليس كل من يموتون يوميا لديهم أعضاء مثالية، لذا فيمكن حل تلك المشكلة بالاعتماد على كائنات حية أخرى كالحيوانات والتي يمكن اقتناء بعض أعضائها. على سبيل المثال، فقد قام علماء صينيون بزرع قلب خنزير في جسد قرد بابون، ومن المتوقع أن يطيل قلب الخنزير حياة القرد بمقدار 3 سنوات. ويقول العلماء الذين قد تحولوا إلى التجارب العلمية على الخنازير بسبب حظر تلك التجارب على السجناء، أنه في المستقبل القريب سوف يكون من الممكن زراعة أعضاء الخنازير في أجساد البشر. ولكن وإن كانت أجساد القرود وفقا للعلماء أكثر شبها للجسد البشري تشريحيا، فإن أعضاء الخنزير تتميز بالقرب لأعضاء البشر أيضا، بالإضافة إلى تكاثر الخنازير السريع، ولأن المدافعين عن حقوق الحيوان لا يهتمون بالخنازير كما يهتمون لأمر القرود. وبالرغم من أنه يجب ملاحظة أن أعضاء الخنازير لم تحل بعد مشكلة رفض الجهاز المناعي للأعضاء الجديدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى مستوى أعمق على مستوى الخلايا مثلا، فإن جسد المتلقي يمكنه الترحيب بالأعضاء الممنوحة له دون الحاجة لتناول عقاقير مثبطة للجهاز المناعي، وذلك بفضل الخلايا الجذعية في الأعضاء الممنوحة. فنظام المناعة هو عبارة عن وحش أسطوري يتكون من خلايا وراثية مختلفة في جسد المتلقي. فبما أن مناعة المتبرع ما زالت فعالة، فلن يرفض جسد المتلقي العضو الجديد، حيث أنه ربما تكون تلك الخلايا بمثابة جهاز مناعي جديد كامل يعطي أملا في الحياة لفترة أطول بدون الحاجة لعقاقير. ولكن لا ننسى أن مسألة نقص عدد المتبرعين ما زالت دون حل، فأعضاء الخنازير لم يكر الطب زراعتها في جسم الإنسان بعد، والأعضاء البشرية الممنوحة ما زالت محدودة العدد. ولكن ماذا لو استطعنا الحصول على عضو جديد بدون الحاجة لمتبرع؟ بمعنى أوضح، ماذا لو تمكن العلماء من إعادة إنماء الأعضاء عمليا؟ منذ عام 2010 كان يحاول المهندس البيولوجي جابور فوركيتش إنماء أجزاء من أعضاء مثل الكبد وصمامات القلب وغيرها من خلايا جذعية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، وتمكن من إيجاد طريقة لإنماء هذا النوع من الأنسجة. ولكن لم يتم تطوير تلك التقنية بشكل كاف حتى الآن، ولكنها تستخدم بالفعل حاليا في طباعة اللحوم الاصطناعية والجلود بشكل مرضي للجماعات الناشطة والمدافعة عن حقوق الحيوان. فالآن يمكنك أكل شريحة من اللحم أو ارتداء حذاء جلدي دون أن تؤذي أي حيوان. ولكن ماذا لو ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك بقليل؟ هل يمكن للأعضاء أن يكون لها شكلا مختلفا؟ لقد نجح العالم دونالد فينجر في تطوير أجهزة قادرة على أداء نفس الوظائف، وقد تم بالفعل تطوير رقاقات للكبد والأمعاء والكلى والرئتين. ويعتقد أنه في المستقبل القريب سوف يتحول البشر إلى كائنات شبه روبوتية بدلا من الأجسام الطبيعية. ولكن ماذا لو كانت كل محاولات تمديد العمر ليست ذات معنى؟ وإذا كان كل شيء محددا بشكل مسبق، لقد أوضحنا من قبل أن الإنسان في ظل ظروف مثالية يمكنه العيش حتى 300 عام. ولكن العديد من الباحثين يؤكدون أن عمر الإنسان مبرمج على مستوى الخلايا الجينية. وإن كان الأمر كذلك، فإن هذا يعني أنه من الممكن عمل طفرة في الجينات الوراثية تجعلنا قادرين على العيش أكثر. وقد نجح العالم مايكل روز من خلال اختبارات كثيرة في تمكين ذبابة من الطيران لمدة 120 يوما، مع العلم أن الذبابة العادية يمكنها الطيران ل60 يوما فقط. وعلى المستوى البشري، هذا يعني أنه
أنه من الممكن إطالة متوسط عمر الإنسان حتى 200 عام. إذن هل يمكن إلقاء اللوم كله على الجينات؟ وفقا لبعض العلماء فإن السبب الرئيسي في شيخوختنا هو التنفس الذي يؤكسد خلايانا مما يؤدي إلى تلاشيها وموتها، وهذا يعني أن على البشر البحث عن بديل الأكسجين وتعلم كيفية الاستغناء عنه من أجل زيادة عدد السنوات التي سيعيشها الإنسان. وحتى لو لم يكن من الجدير مطاردة الرقم المذكور سابقا، فمن الأقدر البحث عن الجودة. وقد أكد عالم النفس فيكتور فرانكل أن الأشخاص الذين نجوا من معسكرات الاعتقال قد شعروا بأن لديهم شيئا يعيشون من أجله، فالحياة ممتلئة بالمعاني الجميلة التي تمدنا بالقوة لمحاربة المرض والصمود أكثر فأكثر الحياة، طالما أن تحقيق الهدف يتطلب حياتنا بأكملها. شكرا على المشاهدة، ويسعدنا معرفة آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من الفيديوهات العلمية والوثائقية اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.